السلام عليكم، كيداير؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم لاباس وفي صحه جيده ان شاء الله. المهم، تعطلت عليكم شويه وجيت لكم اليوم بفيديو قصيره، ماشي فلوغ. ما غاديش نعاود لكم شنو درت في نهاري وفين مشيت ولا فين جيت ولا نقول لكم الروتين ديالي. كيما تشوف العنوان، انا قلت لكم بلي توصلت بالارباح ديالي في اليوتيوب وقررت شنو غادي ندير بهم وجيت نشارك معكم، وكنتمنى يعجبكم هاد الافكار هاد اللي غادي نقول لكم وتشاركوهم معايا كاملين. المهم، اولا بعدا كنبغي نشكركم بزاف، حيت بلا بكم نتوما ما كناش غادي نحققوا هاد الارباح بالنسبه لكاع اليوتيوبرز ولا كاع الناس اللي كاينين في اليوتيوب. صراحه بلا لي زابوني والناس اللي كيتبعوك راه انت ما كتسوى والو. شكرا لكم بزاف والله لا يخطيكم علينا. المهم، الارباح ديالي في اليوتيوب واخا هو ماشي شي مبلغ اللي هو كبير، هو مبلغ بسيط، ما بقاتش في القيمه ديال المبلغ، بقات في اشنو غادي دير به. واخا نبقى نقول لكم دابا الصراحه انا راه كتجيني هذه الكلمه ديال الصراحه ديما في هضرتي، حيت كاينين بزاف ديال الناس قالوها ليا وضحكوا قالوا لي كتقولي بزاف الصراحه. المهم، الصراحه بغيت نقول لكم بلي بهذا المبلغ هذا البسيط اللي قلت لكم خديته، بغيت نتشاركوا مع الناس ونديروا به واحد المبادره، واحد المشروع انساني. بغيت نمشي لواحد الدوار من الدواوير ديالنا هنا في المغرب، وان شاء الله غادي يكون في واحد الدوار في صويره. غادي نمشيو ندير لهم واحد المساعده، وزعما نقدموا لهم بزاف ديال الاحتياجات اللي كيحتاجوها وخصوصا في المدرسه. وصراحه مشيت اتصلت بواحد الاصدقاء اللي كان واحد المره حضرت معهم واحد ليفينمون، هما واحد المجموعه ديال الدراري والبنات دايرين واحد لوغانيزاسيون في وسط لافاك سميتهم اناكتوس. هضرت معاهم وقلت لهم واش تبغيو نتعاونوا نمشيو كاملين ونحققوا هذا المشروع هذا. صراحه رحبوا بالفكره وعجبهم الحال. انا كنشجعهم وكنقول زعما باقي المغرب فيه باقي لا جونيس ديالنا، باقي الشباب بحال هكذا اللي كيرحبوا بحال هاد الافكار وكيبغوا يديروا مازال الخير وتعاونوا مع بحال هاد الناس هادو اللي كيكونوا في البوادي. المشروع ديالي اللي انا اتفقت مع هاد الناس هادو كيفاش غادي يكون، غادي نمشيو ان شاء الله غادي نصبغوا لهم هذيك المدرسه ديالهم ونصبغوا لهم الاقسام ونديروا لهم شويه ديال المساحات الخضراء ونديروا لهم شويه ديال الخوامي على حساب الشمس والبرد باش مابقاش يدخل عليهم. وان شاء الله غادي نجمع لهم شويه ديال الحوايج ونديهم لهم، حيت عرفتوا راه دابا البرد على الابواب. بغينا صراحه نفرحوا هاد الدراري، انا هاد الحاجه صراحه كتفرحني بزاف وانا متشوقه لهذاك النهار هذا كيفاش غادي يدوز وكيفاش غادي يكون. غادي نشاركوا معكم كاع اللحظات اللي غادي تدوز. علاش جيت دابا باش نقول لكم هاد الحاجه هادي؟ بغيتكم كما انا شاركت في هذا العمل الانساني، بغيتكم تشاركوا كاملين حتى نتوما. بالنسبه للناس اللي باغيين يشاركوا حتى هما ما تردوش، اللي بغى يشارك مرحبا به، اللي بغى يمشي معنا مرحبا به. بغيتوا تشاركوا سواء بحوايج ديالكم اللي ولادكم اللي يكونوا شويه باقي نقيين تقدوهم وتجيبوهم ديهم ليهم. بغيتوا تشاركوا واخا شيتا ديال الصباغه تجيبوها، بغيتوا تجيبوا اللي بغيتوا، بغيتوا غير تمشيو، ما بغيتوش كاع تمشيو، ما بغيتوش كاع تشاركوا، شاركونا غير بكلمه زوينه، قولوا لينا غير مزيان الله يوفقكم بحال هكذا، فهمتوا؟ باش كما كتعرفوا راه يد وحده راه ما كتصفقش، خصنا كاملين نديروا بحال هذا الموضوع هذا، نضمنوا فيه ونشاركوا فيه باش تنجح بحال هذه الافكار ويكون هذه الافكار هادو يتخلقوا لشباب اخرين يديروا بحالنا والناس اخرين يفكروا باش نبقاو نفرحوا الناس بحال هكا، واخا غير ببسيطه يعني بحوايج بسيطه نفرحوا بهم الناس ونضحكوا بهم دراري صغار. المهم، هذه هي الفكره ديالي، كنتمنى تكون عجباتكم وصراحه بغيتكم تشاركوا معايا كاملين ونفرحوا هاد الناس هادو. وغادي ان شاء الله ننظموا هاد الحاجه شنو هي مازال هذا العمل الانساني، غادي يكون ان شاء الله من هنا لواحد جوج سيمانات، يعني السيمانه الثانيه في شهر 10. المهم، اللي بغى يشارك من دابا راه انا غنحط لكم كاع المعلومات ديالي، غادي نحط لكم الايميل ديالي في تحت في لابار دونفون، نحط لكم فيسبوك ديالي، اللي ما عندوش انستغرام يتواصل معايا في انستغرام، اللي ما عندوش انستغرام يتواصل معايا في فيسبوك، اللي ما عندوش يتواصل معايا في الايميل. اللي بغى يشارك واللي بغى يدير شي مساعده مرحبا به. المهم، حنا هادشي هذا غادي نصوروا لكم كاملين باش تشوفوه، وكنتمنى هاد لا فيديو هادي بالضبط تبارطاجها على نطاق واسع باش الناس كاملين يعرفوا. اللي بغى يدير شويه ديال الخير وبغى حتى هو يشارك زعما هانتوما. صافي.
صافي هذا الفيديو هذا كغادي يكون، جيت غير باش نقول لكم هذا الموضوع هذا ان شاء الله، ومن بعد فاش غادي ندير اجتماع ديالي مع هذوك الدراري ديال لافا كيما قلت لكم، وهاد الجمعيه هذه ندير معاهم اجتماع نهضروا في النقط. المهم غادي نوريكم كاع الترتيبات وكاع الخطوات اللي غادي نديرو، وحتى داك النهار ان شاء الله فاش غادي نديرو فيه هذا العمل الانساني هذا غادي نصوروا لكم ونوريكم كيفاش الناس كيفرحوا وكيفاش دوك الدراري الصغار ان شاء الله غادي نفرحوهم وكيفاش غادي يكون هذا العمل هذا وغادي يدوز زوين. انا هذا الشيء اللي بغيت صراحه وصافي وغادي نقول لكم بسلام عليكم. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو كما قلت لكم وتابوناو عندي، وبسلام عليكم حتى ان شاء الله فلوق اللي غادي ندير على هذا الموضوع.